السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب إن شاء الله، ويجعلنا من المقبولين والفائزين يا رب، ومن المعتوقين من النار نحن وأهلنا جميعا يا رب إن شاء الله، ويرزقنا ثواب ليلة القدر. النهارده في فيديو قصير إن شاء الله بإذن الله. إحنا تعودنا دايما لما بنيجي نكتب بنستخدم لوحة المفاتيح، وده شيء طبيعي. في ناس بيبقى عندها المهارة إنها تكتب بإيديها الاتنين وبتكتب بسرعة شديدة اللي هي بيسموها تاتش، وفي ناس تانية بتكتب بقى بصباحة، يعني حرف حرف وكلمة كلمة، ده ممكن ياخد مننا وقت إلى حد ما. طبعا إذا كان في وسيلة أسرع وأسهل لكتابة النص طبعا ده هيبقى أفضل يعني، وده الحقيقة موجود في من خلال جوجل دوكيمنتس زي ما هنشوف دلوقتي، أو مستند جوجل، عامل خدمة جميلة جدا الحقيقة، هنجربها مع بعض دلوقتي. نطبق على طول زي ما حضراتكم شايفين الشاشة اللي قدام حضراتكم دي، ده باستخدام الجوجل دوكيومنتس. هنشوف دلوقتي مع بعض الحكاية، خطوات بسيطة جدا إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة إن إحنا بنروح بنتوجه إلى الجوجل دوكيومنت بالحساب بتاعنا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بالشكل ده بنفتح الجوجل، وطبعا لازم نكون داخلين بالحساب بتاعنا. بنروح على النقاط اللي إحنا شايفينها دي، إحنا بنروح على جنب اللوج ان او الاكونت بتاعنا، بنلاقي فيه النقاط التسعه اللي موجودين دول، بنضغط عليها بالشكل ده وبننزل لغايه لما نروح عند جوجل دوكيومنت بالشكل ده، وهنضغط عليه بتفتح لنا صفحه بهذا الشكل. الصفحه دي بمجرد ان احنا نضغط على بلانك، يعني صفحه بيضاء او مستند جديد، وهو فعلا بيسموه لي هنا انتايتلد، اقدر اسميه يعني بالشكل ده، يعني هيبقى اسم النص يعني. المفترض ان هو بيتحفظ بصوره اليه على الكلاود او على جوجل درايف. طب احنا هنكتب بقى ازاي؟ اولا محتاجين بعض التظبيطات الخفيفه، ان احنا دلوقتي هنكتب نص، هنكتبه مثلا فلنفترض هنكتب نص بالعربي، يبقى احنا بنعمل ايه؟ اهو انا عايز اتجاه الكتابه من اليمين، بضغط هنا وهروح يمين بالشكل ده كده. طيب وبعدين هروح لتولز اهي بالشكل ده، يعني ادوات، وهنزل تحت هنا وهقوم جاي رايح، يبقى من تولز، وبعدين هنزل في القائمه المنسدله الى فويس تايبنج او الكتابه عن طريق المايك. بيظهر عندي المايك بالشكل ده كده. طبعا لازم اختار اللي هو حدد اللغه في الاول عشان تطلع الكتابه بصوره صحيحه. بضغط السهم الصغير ده كده وبنزل تحت خالص، هلاقي اللغه العربيه في كل الدول، بختار اللغه العربيه اللي انا هكتب بيها او حمل بيها. طبعا هو في اللغه العربيه، اللغه العربيه فصحى، لكن فلنفرض ان واحد هيتكلم بلغه عاميه، في بعض العاميه في بعض الكلمات ممكن تصدر منه بصوره عاميه. هنشوف دلوقتي مع بعض، هنطبق مع ده مع بعض كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل عمليه تطبيق على اللي احنا بنقوله اللي هي عملية الكتابة باستخدام الإملاء واستخدام المايك من خلال مستندات جوجل دون استخدام لوحة المفاتيح. زي ما حضراتكم شايفين الكتابة بتظهر بصورة على طول مستمرة بالشكل ده. الإملاء طالما هو مستمر، طبعا لو بلغة عربية فصحى الكتابة هتبقى أسهل ومفيش خطأ أخطاء مطبعية. الكتابة سريعة زي ما حضراتكم شايفين، فبالتالي لو في أي نص باللغة العربية هيبقى الموضوع سهل جدا وأسرع بكتير من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح. بعد ما بننتهي من الإملاء وكتابة النص اللي احنا عايزينه، بنروح بنضغط على المايك بالشكل ده كده عشان نوقف موضوع الكتابة. زي ما حضراتكم شايفين النص اتكتب بالشكل ده، طبعا بيبقى فيه أخطاء، بنبتدي نروح نصلح عملية الأخطاء أهي بالشكل ده كده، الإملاء وهكذا، بنصلح الأخطاء الإملائية. طبعا المستند هنا بيكون اتحافظ على جوجل درايف، أقدر أعمله داونلود، أقدر أروح لفايل وأعمل كوبي نسخة أو بعمله داونلود اللي هو كووردز بالشكل ده كده خلاص، وبقدر أحطه في صيغ تانية لكن أو بي دي إف، لكن النسخة اللي أنا عايزها نسخة إيه؟ وورد بالشكل ده. لما بضغط عليها أهو نزلها لي عندي في الداونلود أو في التنزيلات، وسهل بقى ان احنا نعمل عليها التنسيق والتحرير اللي احنا عايزين. اتمنى تكون الطريقه واضحه وسهله وبسيطه وبنجربها كلنا. طبعا ممكن بنجربها باكثر من لغه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طبعا حد ممكن يقولي طب ممكن لو انا مشغل فيديو، ممكن حضرتك بقى المايك بتاع حضرتك بيتوقف كتابه على وضوح الصوت، جوده المايك، سرعه الانترنت، دي كلها عوامل بتاثر. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان لو حضرتك عايز تسجل بقى فيديو ففي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا المايك بتاعي بروح احطه جنب السماعه عشان يبقى الصوت واضح وبشغل الفيديو اللي انا عايزه، بس بشرط ان الفيديو ما يكونش فيه بقى خلفيه موسيقى او اصوات متداخله عشان يبقى الكتابه واضحة
واضحة. في طريقة تانية اللي هي بروح لإعدادات الصوت بالشكل ده كده، الرمز اللي تحت خالص جنب هنا على اليمين جنب الساعة وجنب الكيبورد رمز السماعة أو السبيكر، وبقول له Open Sound Settings يعني افتح لي الإعدادات. هنا الانبوت أو المدخل أهو زي ما انت شايفين أنا بتكلم بيسجل معايا. انا هنا الكاميرا بتاعتي فيها انا مش بشغل الكاميرا لكن بشغل المايك بتاعها. طبعا انا لما بضغط هنا اهو ده المفروض في كارت صوت موجود في كل جهاز، مش شرط هيكون نفس الاسم حسب الاسم اللي عند حضرتك. لو انا خدت كارت الصوت ده بالشكل ده وحدقه وخليت الصوت ده اهو، لو انا عملته كده هتلاقي المايك مش شغال. ليه؟ اصبح المايك الصوت كان قطع من شويه. ليه؟ لان انا اخترت حاجه تانية غير المايك اللي كنت بتكلم فيه. فبالتالي بنختار الاختيار التاني اللي هو كارت الصوت، وبالتالي ساعتها الصوت اللي هيبقى مثلا من الفيديو من اليوتيوب او الفيديو اللي احنا مشغلينه ده على طول بيكتب فين؟ في الجوجل دوكيومنتس او المستند بتاع جوجل. لو انا انتهيت برجع طبعا الحاجه زي ما كانت مره تانيه. وبكده بنكون احنا عرفنا بشكل بسيط ازاي نعمل مستند او بنكتب بدون استخدام لوحه المفاتيح. كنت احسنت فمن الله، وان كنت نسيت شيئا او اخطات فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، والى ان نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.